اخر التطورات بالفضيحه تبع وزاره التربيه رح احكي عنها بعد شوي، بس قبل عن جد عندي سؤال. قدام هيك شيء فظيع انه عم نسمح للسوريين الطلاب غير الشرعيين انه يتسجلوا بمدارسنا وبالمعاهد، وين الاحزاب؟ وين الناس اللي كان إلى هلا سنه ما رح من قبل ما كانوا هلا انه لا والناسحين ونحن ما بنقبل وعدمنا والشهداء والى ما هنالك؟ وينهم ما عم يحكوا بهذا الموضوع؟ عم يحكوا بموضوع الرئيس بشير الجميل. ليش بشير الجميل لو كان عايش كان قوم الدنيا وقعد ايه ولا لا بهذا الموضوع؟ انتوا ولا حتى كلمه عم تحكوا بهذه النقطه. وين التغييريين يلي بهمهم قال البلد والوطن؟ وين البيجز على السوشيال ميديا والمواقع الالكترونيه وحتى الاعلام بهذه القضيه؟ هي منا اولويه وطنيه؟ وين الناس؟ وين البطركيات؟ وين المشايخ؟ وين هدول كل الناس؟ مش فهمانين بعد انه هيدا هو توطين. عم نقلن مع كل احترامنا للحقوق وما بعرف شنو، بس عم نفهم انه هيدا الشيء عم بيوطن هدول الناس هون اكثر واكثر؟ وين انه هدول الناس؟ حتى نحن علينا مسؤوليه، كل واحد منا عنده مسؤوليه اذا كتب، اذا عمل ريتويت، اذا تنخلق راي عام ضاغط تحت اللي يلتغى هذا القرار. بالتطورات اخر شيء وزاره التربيه اصدرت بيان ما انه فسرت قال which is good انه ردت انه ايه فهمت انه في شيء ما انه مزبوط بهذا الضغط يلي لحديد هلا عم ينعمل، بس ما قالت عن هيدي الفقره السماح لكذا كذا، ما لغيتها او ما قالت انه هيدي مش موجوده لا. وبالتالي لا بعده مطلوب الغاء هذا التعميم يلي واضح بانه طلع غير قانوني وممكن ينطعن فيه والارجح انه ينطعن فيه. واحد اثنين، الوزير جبران باسيل منحبه او ما منحبه الموضوع منه بقى سياسي، ما نغرق بنكيات سياسية بين بعضنا. عم نحكي سنة على صعيد وطن، عمل مؤتمر صحافي وقال ويبدو انه بيقول انه عم يدعي الجميع الى التحرك على الارض بحال لم يلتغي هذا القرار، انه بيفتح مجال القصة السياسية هلا كانت اربعة ايام، وبيقول انه حتى اذا البقية ما نزلوا التيار رح ينزل على الارض. اخر هم مين؟ بعرف انه هيدي القضيه قضيه وطنيه وعلينا نحن وجبال انه نقدر نوعي بعد فيها اكثر، ومعيب يلي عم بيصير من الاشخاص يلي ما عم بيحكوا بهيدي النقطه ولا شيء.